بعيد عن ضوضاء اسطنبول وزحمتها، قررت أخذكم عالم ثاني، وكل هذا وسط اسطنبول. هذه هي قصة اليوم. قبل ما نرتب العفش ضروري نحن ان نلم فيه الاكل، اول شيء نحن هناكله صايمين يا عالم. ف يلا بينا، يلا بينا الان حناخذ العربيه عشان نقدر نقضي على راحتنا. والان جاء وقت التفكير. من وقت ما انا سحبت العربيه الين وصلت السوبر ماركت وانا بفكر ايش ممكن يكون فطورنا انا واصحابي. فتره ان انا اقضي هذه اصعب فتره يا عالم، فالان متجه اول شيء على الخضره عشان ما انسى اي شيء، وبعد كذا حنشوف ايش حناكل. يلا بينا. طبعا في تركيا انت كل شيء تسوي بنفسك، تخيل انت تقضي، انت تنزل الكيس، انت تحط، انت تشيل، كله بنفسك. روعه، يس، روعه روعه. ايش باقي؟ هناخذ خيار. في معلومه يمكن ما تعرفوها، يمكن تركيا ما فيها ملوخيه، هذا شيء جدا غريب. الف مبروك، انطردنا. يلا خلينا نروح نكمل مشوارنا. ايش صار؟ صار اللي ما قد صار. قالت انه ممنوع تصور جوة السوبر ماركت. والسبب؟ ما في سبب، والله ما في سبب، بس كذا. انا اقول لك شو السبب. بكرمسي كبتملين بيزنس. احكي لك شو السبب. ايش؟ لانه الاسعار في تركيا متقلبه وما بدهم اياك تصور الاسعار. رحت لمول ثاني لاني افتكرت اني نسيت حاجه. وانا خارج وماشي فجاه لقيت صاحبي البيلفجي. تعالوا اعرفكم ايش هذه الاكله. طبعا هذا خضر، صاحبي البيلفجي فنان كذا، سريع يسوي البيلفجي ما شاء الله. خضر يتكلم عربي ترى. تفضل. انا كاشتغلون يا صاحب. طبعا هذا هو خضر اللي هو جاري وبلا صح هو اللي يبيع بيلفجي في هذا الشارع. نوعا ما لهجته مكسره لانهم من سكان جنوب تركيا اللي عايشين قريب من سوريا. حبيبي يا بدرامي حب. طبعا اللي يجي تركيا لازم يكون عنده مفاصل حديد لانه كلها طلعان الان. متجهين نكمل بعض الاغراض لانه بصراحه لما انطردنا ما كملنا كذا، نفسيتنا قفلت. يا عالم انا لاحظت شيء في تركيا يا اخي، زي ما يقول لك تجده في النهر ما لم تجده في البحر، انه يعني في الدخاشيش اللفه يمين يسار حتلاقي اشياء مره حلوه. زين احنا حنخش البقاله نمسكها حنلاقي اشياء ما لقيناها جوا في المول. الان جاي نختار العصير، في مليون نكهه، فانا حختار وانا مغمض. لا ماني افتح عيوني احسن. حناخد على الناس وناخد كمان عيران، لبن العيران جرام يا عالم في تركيا. نصيحة اي حد جاي تركيا لا ضروري يجرب ضروري. السلام عليكم، هاو ار يو نيفر يو، هاو ار يو نيفر يو، ما له معنى بس يهبدوا. نكد عربي بليكي. الليكي برج ميوك، برج مار. برج مار حلو، في ديني الحين تو حطوا برج مابي. والله كل شيء صار غالي يا عالم. معايا شخص اتحداكم تكتبوا لي في الكومنت مين هو، بس اكتب لي في الثانية كذا في الدقيقة كذا الشخص اللي مع محمد كان، اكتبوا لي في الكومنت. الحب يا حبيبي. نورت والله. والله منور. طلع جاري وانا ما ادري. جاري. كذا الباب للباب، يعني النبي وصى بسابع جار، انت ما اهتميت فيني ابدا. والله حقك علي. لا هذه لك فيها. والله ما قصرت والله. لا وطلع طباخ، كل الحارة تشكي من ريحة الطبخ الحلوة، ياكل لوحده، يطبخ وياكل لوحده. وبدي اللحظة وصل الوحش اللي اليوم بيكون أكبر مساعد في الكشتة. لمينا العفش وحاب أعرفكم باسمي محمد خالد، يسموني المنقذ وشايل العفوش بكل رحلة. يلا 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 اللي بعده اللي بعده. أنا زي الشايب اللي مستقعد للعمال، تعرفونه؟ شيل؟ لا انا عارف انه اغلبكم متحمس يشوف شكلي الجديد لانه هذا كان شكلي زمان. 45 دقيقة. أوه. تخيل 45 دقيقة كل يوم ضايعة منك عشعرك؟ تخيل فالحين هانت خلاص حتشوف شكلي الجديد ان شاء الله. 45 دقيقة في 10 ايام 450 دقيقة. 450 دقيقة تقسيم 60. شفت هذاك الكرفال؟ تعرف انه هذا في تركيا يتأجر، يعطوك اياها انت تعلقها في السيارة وبعدها تمشي. حنهبد الين يجي صهيب لانه مرة تأخر قال بروح اسلم السيارة واجي. هذا الان 30 دقيقة. اليوم رايحين نكشت في منطقة مليئة بالطبيعة والاشجار والهدوء وبعيدة عن الضوضاء والازعاج يا عزيزي المتابع. اسمها برينجي، تبعد عن وسط المدينة 40 دقيقة بالاصح. قابلت هذا الحلو سمنيدي وموت كاتشين شندسن ونوتش عمره 13 سنة. سلم عليهم. سلام عليكم يا عالم. الموية مرة باردة بشكل ما تتصور.
واو فعلا مكان مره جميل ويستاهل. نزلنا ناخذ لفه كده خفيفه جميله وبعدها نكمل مشوارنا على فوق عشان يصير نقدر نشوف المنظر من تحت. يلا بينا. والله ابو حميد حس حالي في ناشيونال جيوغرافي. خلق ليفترس. الان وصلنا وجدنا، شوفوا العالم ما شاء الله. وبعدها كملنا مشوارنا لاعلى الجبل. بديت أحط الأغراض بشكل عشوائي يعني بدون ترتيب، وبعدها فتحت الخيمة الكبيرة اللي حتعرفوا بالأخير اللي جبناها. نوعا ما الخيمة كبيرة أخذت مننا وقت، والساعة للحين 5:30 بالضبط. يا ترى هل حنلاحق نسوي الفطور ولا لا؟ شايفين كيف متعب الترتيب يا عالم؟ هذا أقل شيء ياخذ مننا نص ساعة، ولسه في وقت إن شاء الله نحن نلاحق نسوي الفطور بإذن الله. زي ما انتم شايفين قاعدين نرتب هذه الخيمة لأن الدنيا شمس، فنحتاج خيمة للمطبخ. هذه الخيمة الكبيرة وهذه الخيمة الصغيرة. يعطيك العافية صويب. طبخ عليه. طبعا لسه ما كملنا الكشتة ولا كملنا ولا شيء، خوينا نام تعبان. تفضل واطلع برا. خلونا نكمل الخيمة هذه اللي هي خيمة المطبخ لأن الشمس مرة مستقعدة ما شاء الله تبارك الله. وبكذا هذه الخيمة ضبطت زي ما انتم شايفين، الخيمة الكبيرة حق الجلسة او حنفطر فيها ان شاء الله باذن الله. الان جاء وقت ترتيب الاكل، الان حنخطط ايش نحن حناكل، هذا اهم شيء انا بصراحة اشوفه. يلا بينا. طبعا هذا الشيء اخذناه من امازون قبل فترة، مرة حلو. شوفوا كيف نحط زي كذا، شوفوا، وبعدها زي كذا، حلو. بعدها حنحط هذا الشيء هنا، شوفوا كيف كذا كذا كذا. شوف شوف سلام. ايش رايكم؟ منظر جبار يا عالم بما تعنيه الكلمة. وهذا هو الوجه الآخر من اسطنبول، حيث الماء والخضرة والوجه الحسن. بعض المناطق اللي زي الغابات حتشوف رصاص بالأرض، هذه عادي جدا، الناس هنا بتجي مرات تصطاد الطيور البرية. زي ما انتم شايفين هناك مكان الكشت حبيبي. نزلت أشم هوا شوية والآن أنا طالع أشوف الشباب إيش سووا وإيش ما سووا، ولا ننسى كمان إنه أنا الشابي اللي مستقعد للعمال. بعد ما رتبنا الخيمة وسوينا كل حاجة، جاء الوقت اللي أنا أقول لكم كيف هي شكلها من جوا. تعالوا الآن بوريكم سطح المكتب بس على الحقيقة. شايف يا عزيزي المتابع؟ هذه هي جنة الأرض. طبعاً هذه تركيبة ركبناها من هنا، شوفوا، عشان نقدر نحط فيها الريموت الجوال عشان الأشياء ما تضيع بسرعة، فبنحطها نحن هنا. جاء الوقت اللي اوريكم الكشتة ايش فيها جوا. عندنا حاطين السكين والصحون، وهنا حاطين فيها القهوة والدلة والشاهي. روعة، شكرا، جميلة جميلة، بسم الله. يعني نوعا ما النت مش مرة كويس في هذه المنطقة، ونحن ماشيين لقينا هذولا فسألتهم سؤال ايش قاعد تسوون هنا. والله بيزم شو an yapma amacımız şehirden iyice sıkıldık. Trafikten kaçtık. Buralara zaten sürekli geliyoruz gezmeye. Bildiğimiz yer. تميز هوا من الزحمه عشان يجي يشم الهواء النظيف دمه. أيوة. الله الله يتشوك سوا كلمني باك. اي أيوة والله ابي سنان ابي معرفة. قال لي على منطقه اسمها جبشكوي، يقول هذه المنطقه مره حلوه وتاريخيه. افت جبجي سلطان غازي جبجي كوي بان محمد خالد. محمد خالد. ايوه تشوك ممنون اولدو كلمني باك تمام سيني تشوك سفيروس. السلام عليكم. والله يا عالم انه كده فجاه قابلتهم وقفتهم وتسالتهم، وفعلا المثل اللي بيقول مكه ادرى بشعابها. تخيلوا يا عالم انه دلوني على اماكن كثيره في اسطنبول تاريخيه وانا ما اعرفها وانا لي 5 سنين في اسطنبول. يعطيهم العافيه، مره شكرا. وبدي اللحظه متجهين على الكشته عشان نجهز فطورنا. سام ورينا ورينا بالله ايش موجود. هاي سلطه خفيفه طبعا. والله شكرا قد ما قصرت. وهذا مشروع زبادي وخيار ان شاء الله. يعطيك العافيه اسامه. الله يعافيك. وان هذه الخيمه اللي سويناها حق الطبخ، شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. صحيح هذه هي الخيمه حق المطبخ الصغيره. نظفت الدجاج اللي هي بطريقه امي، وبعدها غسلته قطعه قطعه، وبعدها حطيت فلفل اسود والليمون عشان يروح الزفر. طبعا الشباب ورطوني وخلوني انا اللي اطبخ الاكل، فحطبخ 15 شخص يا عالم. وباقي على الاذان كم باقي يا حمزه؟ باقي 5 دقائق. ادعوا لي يا اخواني انه يستوي الاكل. كذا حطينا الاكل على النار ان شاء الله الامور طيبه. والله ريحه حريق. الشباب دوبهم يوصلوا والاكل دوبه جاهز، لسه الاذان ما اذن. الفطور جاهز. جاهز الفطور يا شباب. صلوا على النبي يا جماعة الخير. هذا الكائن جاي على الرحلة وناسي نص الأغراض. محمد أمامك
عقابين، اختار واحد منهم. تكسر صيامك، وهي المغرب يأذن، تكسر صيامك فقط بكوب ماء وتضلك للساعة واحدة بالليل بدون أكل، أو تكشف عن حلقة شعر جديدة. بس الحلقة هو يختار شباب، هو يختار، هو يختار أصلا ما في مي، هو يختار، هو يختار ثواني. كل شيء إلا بطني صراحة، ما في مي أصلا. حنوريهم الحلقة الجديدة، شوف النبل، نحن حنوريهم الحلقة الجديدة تمام. وبالله عليكم تكتبوا لنا في الكومنت أول أحلى ولا الحين تمام. واحد اثنين ثلاثة. وزراك بالعلاقة تراجع أول مرة حلق زي كذا تطوير في الكومنت. القصة حلوة هلا، يعطيكم العافية، نشوفكم خير، لا تنسوا اللايك والكومنت. السلام عليكم. كفو كفو.